حلو يا عم. طيب بدي اسمعك الشغله وتقول لي رايك فيها. وقال له اخوه اي 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 الو اي 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 اوقف
وهلا بلفه لقيت العكوس. تبعت رئيس دولة هيك رفض. احنا عندنا الزعماء والملوك ورؤساء الدول ورؤساء الجمهوريات عندهم ديمقراطية غير شكل. طبعا عكوس. والمواطن بيقدر يغلط وينتقد اي رئيس دولة يا عكوس مش قايل بعمله. والليش الحلو يا عكوس انه في تواصل بين رؤساء الدول والمواطنين. يعني بيقدر رئيس الدولة يجيك لعند بيتك. بيقدر يقابلك بالقهوة يا عكوس. او يشوفك في النادي. فهمتي عكوس؟ هيك عندنا رؤساء الدول. حرية اخر راس. Thank you.
بس هيك ما شاء الله عندك. شو فيك؟ شو قصة عمي؟ مالك حبيبي؟ مالك يا رعيب؟ مالك يا عمي؟ تجرب يا رعيب؟ بتغير صبارة؟ والله ما تقطع قلبي عليك يا عمي. شو مالك يا عمي؟ بدك يا جماعة بعدين وين عليك يا عرب تنسى؟ من وين؟ بدك تاكل بعرف ما تعرف. والله ما في شيء. طب خذ هذا العرب. يا حبيبي مين غدير عليها؟ تعرف انك مناضل يا عموس انت؟ والله العظيم مناضل. وقت ما اجوع انا بجوع انت. وقت ما اعطش انا بتعطش انت. وقت ما تبرد وقت ما ابرد انا بتبرد انت. وعنا مناضلين كثار احنا يا عموس. اشي بناضل عشان وطنه. واشي بناضل عشان لمة عيشه. واشي يا عموس بناضل عشان منصب سياسي او اداري. وإيشي يا عقوس من ولا إشي الله وخيرك بصير مناضل. كيف؟ ما بعرف. أو بعرف أو بديش أعرف. في النهاية في صف الكل مناضل. مجاهد؟ هيك يا أخوي مجاهد. مجاهد. أنت طلعت من السجن يا أخوي مجاهد. أهلاً أبو التوت. ليه انت فيه؟ يا اخوي لساتك مآمن في نضالك ها؟ اسمع مني يا اخوي وتشيرك منا بلا سياسة بلا تياسة. اسمع مني يا اخوي انت قضيت طول عمرك في المعتقلات وما لابك ايش يا اخوي؟ هذا هو توفيق. طول عمرك يا توفيق بعيد عن اشي اسمه نضال وطول عمرك مع الحيط الواقفة وشخص انتهازي حتى يا توفيق يوم اعتقلوك بالخطأ خف وتصرصاف وحبست نص المخيم. أحبس إيه؟ شو النظار يا أخوي؟ شو النظار؟ بس اليوم اطلع فين أنا وفين أنت؟ أنا اليوم زلمة متجوز، عندي ولاد وبنات، عندي وظيفة ثابتة، وحماية من أغنى أغنياء البلد، وبرضك أنا بناظر مش أكل منك، يا أخوي مجاهد. كيف؟ مصاب قوم من عند قوم فوائده. لا 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 يا عقوس لا لا هذا مش هلان بده تكمله ناقصه مش يا عقوس زي ما بقول لك ناقصه مش بدك تساعدنا عليه يا عقوس عقوس شايف لك الحديقة فاضية يا عقوس فيش حدا بينه وبينك أحسن بديش أشوف الله وكيلك أسكار والواز شوفتك أحسن. حكموس الحب بلا والعشق سم قاتل. عمرك حبيت يا حكموس؟ شرفك ولا بغلة أثرت مصاعرك؟ ولا حمارة ولا دحشة؟ أكيد في بس أنت بتحبش تحكي. كيف يا عقموس لو تتغير احوال الدنيا وتصيروا انتوا تحكموا البلاد مين؟ الله يفتح يا الله يفتح والله ما تغفرون يا عقموس يا الله حبيبي حبيبي قلبي يا عقموسي شو بدك احسن من هيك؟ شو بدي حبيبي؟ شو بدي اروح عندي؟ شو بدك تدفعك انا؟ بعدك ولا بعد مرتب؟ شرفك اكيد بس انتوا اذا بتحكمونا راح تحكموا بالعدل واحنا عندنا العدل فوق الجميع يا عقوس لا في عندنا وسطات ولا محسوبيات ولا هذا بالوزير ولا هذا بالامير ولا هذاك من رئيس وزراء ولا هذاك اللي فوقيه ابن رئيس مدينه او دوله او جمهوريه العدل لازم يمشي دغري حد السيف وصدقني يا عقوس لو انه مذنب ابن القاضي الا القاضي يحكم بالعدل زي ما بقول لك لدرجه انه في كثير دول بعدت عندنا مندوبين
يتعلموا من عندنا العدل. بحرق عجل دنوب. عجل دنوب يا سيدي القاضي. نعم. عجل دنوب هذا تسبب لنا بالكثير من المشاكل السياسية مع صانع هذا العجل. أولا من هذه المشاكل، أولا لحظة يا سيدي، الكل مسجلات. قام السيد سومانشو بسحب سفيره من المنطقة احتجاجا على حرق هذا العجل. أولا. ثانيا تسبب حرق هذا العجل الى توسيع فتحة الاذن. ثالثا قام على اثر وزير البيئة بتقديم استقالته. كما وذكر ايضا وزير الصحة بان عدد المصابين النفسيين اخذ بالتزايد جراء رؤيتهم اللهيبة المشتعلة. كما اكد وزير الخارجية بان أن الأزمة الناشئة عن حرق هذا العجل قد تسبب إلى حرب عالمية إذا لم يتم محاكمة هذا المتهم. أعتقد! أعتقد يا سيد القاضي أعتقد! ما دخل قبضتني على الأمازون بهذه القضية؟ وبصفتي حاضرا عن المتهم؟ والمتهم بريء حتى عرفت اثبت دانته. سأقوم بإدخال الشاهد الوحيد لهذه القضية السيد مصطفى إبراهيم مصطفى. اتفضل. نعم.